السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي العالمين. قبل ما تسمعوا هذا الخبر الله يحفظكم، عاونونا بلي لايك والبارتاجي، الله يجازيكم. بعد فتح الحدود البريه بين الناظور ومليليه، اللي عندهم تلقيح هما اللي غادي يدخلوا المغرب. راه حتى فرونتيرا، ما بين فرونتيرا والناظور، الا بغى شي واحد يجي من فرونتيرا الى الناظور راه ضروري خصو يتلقح. هو القرار، يعني بزاف ديال القرارات اللي عطى المغرب لاسبانيا. بالنسبه كنهضر مع موالي الوراق، اللي عندهم الوراق هما اللي غادي يسبقوا يجيو هنايا للمغرب ويدخلوا مليليه. حتى كاينين الناس هنايا في المغرب عندهم الوراق، يعني حتى هما يدخلوا مليليه، ولكن ضروري خصهم التلقيح. فهمتوني؟ يعني بزاف ديال الشروط عطاهم المغرب لاسبانيا، ولكن حنايا كنستناو القرار ديال اسبانيا والجواب ديال اسبانيا. فهمتوني الاخوان؟ حنايا كنستناو الجواب ديال اسبانيا، واش غادي تقبل على هاد الشروط ولا ما تقبلش. وكنتمنى تقبل ان شاء الله على هاد الشروط باش يفتحوا لنا الحدود بين بلينصار والناظور ان شاء الله يا ربي العالمين. وما نساوش سبته والفنيدق وتطوان، ان شاء الله قريبا 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 غادي يفتحوا لنا الحدود البريه والبحريه. الصوت ديالنا غادي يوصل لا بالنسبه الجاليه مقيمين باسبانيا، حتى هما عندهم وقت الضغط، ولكن حتى انا كنهضر عليهم لا بالنسبه الناس كاينين هنايا عندهم الوراق بغاو يمشيو لاسبانيا ما يقدروش يمشيو في الطياره. فهمتوني؟ لا بالنسبه الناس كاينين هنايا في المغرب بغاو يمشيو مليليه. كيفاش غيمشيو مليليه؟ يمشيو حتى اسبانيا الملاقة عادي يمشيو مليليه. علاش؟ حنايا نستناو يفتحوا لينا المعبر ديال مليليه، غادي نستناو يفتحوا لينا المعبر عاد نسكتو من هاد الهضره ديال الفتح وديال اعاده الفتح المعبر. فهمتوني الاخوان؟ مهم الصوت غادي يوصل ان شاء الله المسؤولين. حنايا عطاونا واحد التاريخ ديال شهر 3 واحد في شهر 3 2022، وحنايا غادي نستناو شهر 3. الا ما فتحوا لينا شهر 3 غنبقاو مع هذا الكلام، نهضروا على الفتح حتى يفتحوا لينا هذا المعبر عاد نساليو من هاد الهضره. فهمتوا لي الاخوان؟ انا معاكم والله ما نسكت على هاد الهضره ديال الفتح المعبر حتى يفتحوا لنا المعبر عاد نسكتوا. نشينا مو غنسيغي خوازم، غنقي من صغوي خوازم اردن غيازم، مالو اظن غازي من الحدود البحريه والحدود البريه بين اسبانيا والمغرب، غنشينا ونتسقاريشا. نشينا مو غنسيغي نساور ارغثوا التبرط النغى المسؤولين باش تسني لي وذان قتعانا نيجي المعاناة يورث لها، خاصني نيجي الضغط. نتمنى ان شاء الله اظن غازمن في اقرب وقت ماليش هان ثلاثة قشينا النجا وغانغبو المشكل، لا النسبة الجالية قتراجان لا ذي النسبة الشين قنتراجان. ونتمنى ان شاء الله اظن غازمن في اقرب وقت. بالنسبة اني خسادية فندغا المغرب قضاروري خساد قن تلقيح ضروري. فمايا نسبة النقص ديال فن رازي مليلية غال المغرب ضروري خصص التلقيح، لأن التلقيح هذا يدور جن حاجات إجباري، جواز التلقيح هذا يدور إجباري. تف انت حزايس غا مليلية نتعقب، تف حتى الإخوان الجالية ما خصها تصنداني تا غال المغرب وضروري خصص جواز التلقيح. خو التلقيح هذا يدور إجباري. إوا المهم تمني يا الإخوان، تمني إن شاء الله أتفي عجبهم والخبارة، وتمني ان شاء الله واتتم بلي لايك للبارتاجي. اكن وحفظ سيدار بالعالمين. يلا السلام عليكم، اديوس اميغو.